عشر لتعويض خسارة تيزي وز فكاد لكنه فشل. فبعد ضغط من المولودية في اللحظات الأولى حيث كاد الحارس شعال أن يقع في المحظور، وبعدها الكرة ارتطمت بالقائم الأيسر لمرماه. الفريقان لعبا كرة حديثة ونظيفة، وكان اتحاد الحراش فعالا بخطورة الهجومات المعاكسة والمنسقة، والتي أفلحت بهدف في الدقيقة 13 من طرف بوغاش الذي تابع الكرة جيدا فأسكنها في شباك ناتاش. بعدها بربع ساعة فقط الفرصة كانت مواتية لبوغاش ومزيان لإضافة الثاني. حاج بوغاش لم يبخل ففوت الفرصة على فريقه الذي ضغط بعدها، إلا أن هداف المولودية الدولي الليبي زعبية محمد لم يتساهل داخل المنطقة رغم الزاوية المغلقة للحارس شعال، واستطاع تعديل النتيجة في الدقيقة 36 من الشوط الأول، وهي النتيجة الأولى والأخيرة للقاء. في المرحلة الثانية اتحاد الحراش ضغط من أجل كسب النقاط الثلاث بعدة محاولات، فكان الحارس ناتاش ودفاعي في اليوم المناسب، واعتمدت المولودية على الهجومات المعاكسة. في الدقيقة 57 خلف الله من جانب اتحاد الحراش ضيع ولم يستعمل تقنية زعبية في تسديد الكرة، ثم بعدها في الدقيقة 60 فتحة من حراك، فكانت يد الحارس ناتاش تعلو رأس مزيان وتخرج الكرة إلى الركنية التي لم تأتي، وباقي لحظات اللقاء بالجديد.